سنة وانتم طيبين بمناسبة النصف من رمضان، فأعد الله عليكم بكل خير. يلا نتعرف على سحور وفطار اليوم 15 من رمضان. يا لا لا ويا لا لا ويا لا لا ويا لا لا يا لا لا ويا لا لا ويا لا لا ويا لا لا ايه الكلمة الحلوة عشانك احلى كلام من قلبنا ليك.